بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم. هذه حلقة جديدة، اسبوع جديد من تي ملابس. تتفرجوا فينا في تلفزة تي في، تسمعونا على ديوان اف ام، تشوفونا على الفا بتقنية النوميريك وين وليد زين شعره ارطب، وتتفرجوا فينا زادة على لايف اليوتيوب، وتكتبوا لنا تعليقكم، عشرات التعليق قاعدة تجينا. شكرا على حسن المتابعة، ان شاء الله نهاية اسبوع عديد. بداية الأسبوع بلي، خلي نبدأ به تحية الأيمن ضيفنا اليومي، معناتها لهنا حتى ما فرح مصر. وين أيمن؟ اللي صور محمد الماتري سميدة، مرحبا بك محمد، وبداية أسبوع سعيدة. بارك الله فيك نوفل، مرحبا بك، تحية ليك وتحية لكل الأصدقاء في البرنامج. وما كنتش نتصور نهار باش نقعد في بلاصة بلال، ما كنتش نتصور هاني طاو في بلاصة بلال. نهار الجمعة نوفل خرجت وأنا جذلان من في البرنامج، ثم جذلان معناها سعيد. سمعتها جذلان وليد؟ في منتهى السعادة. في منتهى السعادة. فما منحدر جذلان. منحدر جذلان، شو جذلان؟ جذلان وأنا جذلان وأنا سعيد. سعيد. أي. أي. ثم يا نوفل الغبطة. بلي سامحني، تستعملها في دارك جذلان؟ تقول لمرتك مثلا أنا جذلان لأنه المقرونة بنينة. ظهر لي وقتها يستحق تبل. مرته تقول له تبل اللي جذلان. سفيان شبيك هبط؟ شو روحي هبطان أنا هبطان مش جذلان. يلا بلي فريق الإنتاج تاخذوا روحكم الشكر، هنا تجيبونا كرسي وتجيو. يلا كملي، عليه جذلان أنت؟ جذلان نهارتها البرنامج خفيف لطيف جميل جدا. أي ما غير بليل خف. خف برشا. لكن في الطريق يا نوفل أزعجني الحملان. وانا ما عادش باش نسميهم النسور، النسور هذوما ما عادش نسميهم، ولا حملان وديعة معناها. لكن شكون لو وزني ورجع لي مخي ونحاني من حالة القرفان؟ سفيان. شربت معاه قهوة، انا رسبت في المرور ستة، وكان جلسة جميلة جدا ورائعة جدا، والمكان جميل وهذا ورائع. يا اخي علاه ما تستعنيش للقهوة؟ الجو جميل وشاعري. خاطر المسافة، هو خاطر يسكن راديو. نجيك والله نجيك، عندنا زوز وصدقني نجيك وانا تعبان. انا ولد كلكم بالان صحيح. نهار الجمعه هو نهار الجمعه في دور حامد. يلا شيف ايوب شنو احوالك؟ تحيه ليكم يا خويا. الحمد لله. قاعدين نسرقوا فيك على قد ما النجم، وبعد شوالي التزاماتك برشا، ولكن انت ممتع ككرونيكور، معناتها عندك المطعان. حسيتها ممتع غلطة مقصودة. أيوة. شنو أحوالك؟ الحمد لله في خير. معاكم من جديد، ومع اللي تبعوا فينا الكل على ديوان فام وعلى الفا وعلى تلفزة تي في، نحاولوا نقدموا لهم حاجة جديدة في الكوجينة وفي مطبخ هل لما الحلوة هذه. فوالا، وأنا فرحان لأنه معنا سفيان. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. وأنا كالعادة جيتكم جيعان. أيوة. شنو أحوالك سفيان؟ يلا وليد الزين. وليد الزين. مرحبا. مرحبا نوفل، توتلي كيف ومعكم مطران. الله. وأنت جيعان، أنا الرم ورمان. مرحبا، وإن شاء الله نعدي سهرية فهمتني. ممتعة متعة. بداية سهرية. بداية سهرية. يلا ترحيب خاص بآية. عسلامة آية. عسلامة نوفل، عسلامة الناس الكل اللي تفرجوا فينا ويسمعوا فينا. مطران، أيوب، وليد، سفير، وتحية لبلال زيد. تحية ليه بلال، إن شاء الله يرجع حذانا غدوة. لحظة، مطران عنده. آية طوى. رجعت أنا قرفان وتعبان. ليه لطفة عليك. خاطر سمعت خبرنا. حطينا خجلين. خليه يكمل. سمعت خبرنا أنك باش تغادرنا. وبصراحة الخبر معناها هبطت عليا كصاعقة. أنا نحب نشكرك، نحب نقول أنك أنت عديت معنا برنامج ممتاز جدا، كانت لحظات فارقة معنا. في الإشاعات سي مطران. مطران علاش باش تغادرنا؟ إيه والله مش عارف. انا دخلت وجماعه قالوا لي راهو ايه سي وفي المكتوب. ليه مازلت معانا؟ ايه بالحق. ايه شو عمل لي كاميرا كاشي انت توا؟ ايه ده ما فيش كوكا يا ريم. تمشي ايه جي ايه تاني. قصد
مصدومة مصدومة مش يقول لي حاجة بيه يفولوا لك في بالي وخليل وخليل معنا مش تقعد معنا سنوات ومش سنة بر سنتين إذن أنا فرحان يلا شيف شيف سامية بن وحيدة عسلمة مرحبا بكم مرحبا بالسادة عايشكم مرحبا بكم مرحبا بالسادة المشاهدين وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة طيبنا اليوم عندنا طاجين مغربي وعندنا فينانسي في الديسير شنو فينانسي في الديسير فينانسي هذه إدارة يا شيخ مسؤول المالية مسؤول المالية طيب إدارة إيش معناتها يا وليد والله فهمتش فينانس معناتها محاسبة كله أرجع هذا مش نحسب مش نحسب المالية الجديد المتحيل اللي يدور بس وزارة المالية أي هوا والله أسمع شنو إيش قولك في الدخلة قاعد نقرا في الأخبار يا نوفل أسمع إيش باش يقول لك أرجع لي غدوة ونحكي لك غدوة أرجع غدوة وزارة المالية قالت بعثوا برشا رسائل إلكترونية لمؤسسات ومنظمات قالهم سيتم منح مساعدات مالية وكذا قالوا ردوا بالكم وزارة مالية راهي ما بعثت حتى رسالة يلا نمشي أنا جاني واحد متحيل وعطى اسم غلط وقال أنا نخدم في القباضة في البلاصة الفلانية وجاء المؤسسة متاعنا وحب معناه يبتسكم لا ما لقانيش انا موجود كي مشيت سالت عليه في القباضه قالوا لنا ما عندناش الاسم كان جاك حد من القباضه تو يجيك بيانتو تو يجيك بيانتو يلا نمشي للعشره في الخير لا ما يبطاوش الحمد لله لاباس نحاول لك كيف الخير ما يبطاوش مرجلي امشي صحيح نمشي للعشره 10 10 10